جمالكم جمال، دلالكم دلال، روعتكم روعة، إبداعكم إبداع. يا أسود الأطلس في مباراة منتخب تشيلي، المنتخب المغربي هز العالم بأكمله، أداء عظيم للأسود. الأسود دخلت إلى المباراة افترست منتخب تشيلي بلا رحمة بلا شفقة. نجم تشيلي أليكسيس سانشيز يشيد بالمنتخب المغربي ويفجرها عن أسود الأطلس بهذا التصريح القوي، ويفاجئ نجوم المنتخب المغربي زياش وحكيمي. وإليكم التفاصيل يا سادة يا كرام. نجم تشيلي أليكسيس سانشيز أكد في تصريحاته بعد المباراة وأمام الملايين: الآن عرف العالم كله من هو المنتخب المغربي، الآن عرف العالم كله كيف صعد المنتخب المغربي إلى المونديال، الآن عرف العالم كله قوة المنتخب المغربي الكبير. هكذا كانت تصريحات رسميا من نجم تشيلي أليكسيس سانشيز. كذلك أليكسيس سانشيز فاجئ زياش وحكيمي بهذا التصريح القوي، حيث أكد نجم تشيلي ونجم مارسيليا الفرنسي الحالي أنه يرى بأن الثنائي زياش وحكيمي من أفضل اللاعبين في العالم، وسيسطروا التاريخ وسيصنعوا الفارق وسيحققون إنجاز تاريخي مع المنتخب المغربي في المونديال. فخر والله فخر مثل هذه التصريحات العظيمة.